الكرة لعبوها كرواتيا ربحوها يا الامود في خاطر تلمود احنا في قطر ما كاين خطر احنا في قطر ما كاين خطر بسم الله الرحمن الرحيم. خويا تتوقعوا حنا واخا تكراس واحد طروز ديال ما ماشي مشكل، واخا الماتش ديال فرنسا ضيعونا في داخله في السياسه وفي القوالب والتحكيم. خويا راه المغاربه ما خسروش بالكره، جيك من الاخر المغاربه ما خسروش بالكره خويا. المهم غدا مربوحه، غدا خويا راه نتكلاسو طروزيام ان شاء الله. واخا حنا عانينا بزاف، جينا من المغرب بان عطاونا الطيارات وقالوا لينا راه غتلقاو تيكي تما، وجينا حتى لهنا خويا ما لقينا والو. ما يمكنش انا ديبلاصاج، انا كاين بلاد مخلي خدمته، انا جاي من الخدمه لهنايا، من الخدمه مخلي خدمتي مخلي كل شيء وجيت لهنايا وما لقاش الشيكي ديال الما ديال البي ديال التيران. حشومه ماشي انا، مازال انا مشيت للوطيل، كاين ناس مساكن تما بقاو من 3 الصباح وصلوا الطيارات من 2 حتى 4 ديال العصر. حشومه، عيب على بودريقه اللي كان هو اللي دار التخرويط، والله الا عيب. فرقين 3000 ورقه و10000 باعوا. حشومه شوفوا السمعه ديالنا. هو اول جمهور كره العصاب في قطر هو الجمهور المغربي صراحه. الدراري كانوا معانا مشاو مساكن مشاو يقلبوا على البيي، جاو الناس لقوا عليهم الامن كلاو العصاب. حشومه راه شوهونا، قلنا خلينا الفساد في المغرب، البرلمانيين الفاسدين خليهم في المغرب. صدقوا جاو هما الاولين هنايا تيبيعوا ويشريوا في بنادم. حشومه والله حتى عيب، بالله عيب. شوف خويا هاد الشيء هذا ما تيشرفناش. الدراري الناس لعبوا الكره، المغرب كامل الناس العرب والمسلمين ولا فريقها كلشي شرفهم المغاربه، ولكن خويا المسؤولين ديالنا طيحوا بينا في الاخر، ما نكذبوش فهمتي. فالاخر اخويا ما داروا معنا والو. سالينا شكرا. انتهينا ان شاء الله الى لقينا التذاكر غدا ان شاء الله، وشجعنا المنتخب بواحد التشجيع اللي كان في مباراه الصبليون ومباراه البرتغال. غادي تكون ان شاء الله شي مباراه تكون قويه، وغادي الدراري يتحمسوا كما كانوا. اما الا كان بحال المباراه نتاع فرنسا ما دخلوش مشجعين اخويا، دخلوا الناس اللي ما المشجعين بقاو على برا، والناس اللي لا علاقه لهم بالتشجيع راه كانوا داخلين. لكن ما شتي راه الا رتت الاعاده وبغيت تلقى الناس، كاين اللي تيدير سيلفي، كاين اللي تيدير بزاف د الحوايج يعني فهمتني، وتوقع البيع والشراء وتوقع. انا جا عندي الباحث صبليوني قال لي 2 مليون باش نبيع لك انا تيكيتا، واش انا مشري تذكره ب2 مليون؟ انا خاسر الفلوس باش نجي هنا نشجع المنتخب، يعني ماشي باش نشريها ب2 مليون. ودابا ما عندنا حتى اخبار على غدا ما عرفناش اش كاين. واحد السؤال بغينا نعرفوا السبب الرئيسي في موضوع ديال التذاكر. السبب الرئيسي راه لا هذا اللي شوف، الناس عارفين اش كاين. هو غير هو حنا خصنا ان شاء الله غدا يجيو معنا شي حل باش نشوفوا حتى حنا ندخلوا للتيران نشجعوا منتخبنا، حيت حنا جايين هنا ماشي باش نتفجوا ولا هذا، لا بغينا نتفجوا حتى نمشيو نتفجوا، ولكن جايين باش نشجعوا المنتخب ديالنا بواحد القوه وبواحد الغوته وحده باش نتكلاصوا 30 في العالم ان شاء الله. ما عندناش اخبار على غدا اش دايرين، اش هذه شحال هذه الساعه؟ والاخبار تقول بان التذاكر ديال المباراه بكره ان شاء الله راح تكون في الموقع. راه مشينا راه قالوا لينا داك النهار نمشيو للموقع، مشينا للموقع وما لقيناش. انا جاي من المغرب باش نوقف انا حدا باب التيران. هو كما قال الاخ كمال، لا ديسبونيبيليتي ديال لي بيي هي اهم حاجه اللي كتعاون في الربح ديال المنتخب. علاش؟ لانه الجمهور كما كلشي تيعرف هو اللاعب رقم 12، لانه ملي تيكون الجمهور سبورتيف راه الركراكي براسو راه قال هاد الهضره هادي. ملي تيكون الجمهور سبورتيف بواحد الطريقه اللي هي زوينه راه ضروري اللاعب حتى هو تيتحمس، وضروري الفريق تيجيب واحد الريزولتا اللي هي مشرفه. باغ كونتخ كما قال الاخ كمال نيت، لقيتها فاش تيكونوا ناس في التيران ما عندهمش علاقه بالتشجيع وما عندهمش علاقه بالكره، داخلين باش يتصوروا، داخلين باش يديروا السلفيات،
تيكون داكشي علاش تنهضروا لا ديسپونيبيليتي ديال لي تيكي تتكون غير واحد سيليكتد بيبول اللي تيكونوا ماشي ما عندهمش علاقه بالتشجيع. هادشي تيعاون في ان الفريق ما يتشجعش وان الفريق ما يعطيش النتائج اللي هي مبهره. ونتمنوا ان هذيك المحسوبيه والزبونيه اللي تتكون في التيكيت ما باقيش تكون. هادشي اللي طالبين حنايا. الانسان استغل هذاك الحب تاع الوطن استغلو تيبيع لي تيكي بواحد الاثمنه اللي هي خياليه. واحد بغى لي تيكي تياخذها بمليون ونص ولا اكثر حشومه. هادشي هذا اللي تيجيرو جيرو معنا شي حلفات لي تيكي هاك اخويا دويش معنا. السلام عليكم. هادشي اخويا اللي تيديروا فيه راه لا يعقل. راه اللي مضرور هما اللي جايين والدراري مغاربه اللي عندهم حرقه على بلادهم وعلى الفرقه ديالهم. حقاش لا يعقل واحد يجي من المغرب واحد يجي من اسبان واحد يجي من امريكان وتبيع ليه هو خاسر اصلا رزقه وعاوتاني تقول له تيكي ب 1000 دولار راه ما كايناش. هاد راه ما كايناش يعني لقاو شي حل لهاد الناس. احنا دابا انا تنهضر معاك والله الا انا تنهضر معاك وهانت السيد هاو ولينا تنحلموا بهذا السيد هذا وغنلقاو غير نلقاو ناخذوا فلوسنا. حنا راه ما تنسينوش انا بطريقه ولا نسين شي مسؤول يعطي لي فابو فهمتيني. ما تنسينو حتى شي واحد يعطينا فابو يحطوه لينا ولا يحطونا في شي بلاصه خاصه بالمغاربه ونمشيو ناخذوا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كنبغي نسلم على الشعب المغربي كامل وكنبغي نقول للمنتخب المغربي برافو عليكم هادشي اللي درتوه تبارك الله عليكم رفعتوا راسنا. والحاجه اللي باغي نتكلم عليها الناس المسؤولين والله بصراحه عيب وعار عليكم على هادشي اللي درتو. كانني انا مقيم هنا في هاد البلاد. اول حاجه المبادره العربيه اللي قاموا بها الشباب المغربي ضحكوا علينا بمعنى الكلمه وعدونا بان غيعطيونا التذاكر ديال المباراه الدول العربيه كامله غادي نحضروا ونشجعوا كاملين ما عطاوناش. وثاني حاجه الجامعه قال لك خرج التذاكر مشينا لعين المكان باش نتسناو وسهرنا الليالي وبالنهار وفي الثاني كيجيو كيدخلوا غير البنات. ماشي مشكل دخلوا البنات ولكن دير واحد صف دخلوا واحد ماشي مشكل. وفي الثاني كنتفاجئ لانني كتلقى البنت كتبيع داك التذكره ولا الولد كيبيعها. عيب وعار عليكم في هادشي اللي درتو وبصراحه وسختوا الصوره ديالنا بزاف. انا كنت كنشوف بعيني المره الماتش الاخر ديال فرنسا انا كنت سهران على التذاكر باش ناخذ حتى انا تذكره ونمشي نحضر الماتش وسهرت ونظمت الناس انا بيدي اللي كنهضر معكم نظمت الناس ودرنا واحد الصف اللي هو زوين اللي جا كيشد الصف ديالو ما كاين لا فرق لا بين بنت ولا بين ولد. وفي الثاني كنتفاجئوا كيجيو كيقولوا لنا غير سيروا بحالكم راه ما كاين حتى شي حاجه. شويه كنسمعوا راه كيوزعوهم في بلايص اخرين كنمشيو كنلقاو غير الوجهيات وباك صاحبي عيب عليكم هادشي اللي كديروا. وحاجه واحده اللي غادي نقول لكم الله ياخذ فيكم الحق. انا ما نقدر ندير لكم والو ولكن انا والناس اللي كنعرف كيقول لكم الله ياخذ فيكم الحق وحسبي الله ونعم الوكيل. وانا الحمد لله ماشي مشكل واخا وقع هذا الشيء انا فرحان بهذا الشيء اللي قاموا به المنتخب المغربي رفعوا لنا راسنا وكنشوفوا الدول كاملين فرحانين بهذا الشيء اللي وصلنا له. راه ما كناش معروفين كاع ولكن الحمد لله فضل المنتخب المغربي اللي رفعوا لنا راسنا. والسلام عليكم. وكنتمنى الشباب ما يبقاوش يديروا هذه الخسائل راه كيوسخوا الصوره ديالنا. والله يهدي هاد الناس اللي كيديروا هذا الشيء والله يهدي البنات اللي كيوسخوا الصوره المغربي. السلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.